أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة الليلة من هذا البرنامج. مرة أخرى نطرح نفس السؤال، هل يمكن أن يكون التخصص سجنا اختياريا لقدرة الإنسان على تحصيل المعرفة، بحيث تظل معرفة الإنسان محصورة في دائرة تخصصه لا تتخطاها إلى دوائر أخرى من دوائر المعارف المختلفة؟ مرة أخرى نلتقي لنرى ذلك على الطبيعة، نحاول أن نخرج المتخصصين من دوائر تخصصهم، أن نستدرجهم إلى دوائر أخرى بعيدة عن هذا التخصص لنرى كيف تكون النتيجة. في الحلقة الماضية من البرنامج استضفنا الموسيقي والرياضي ووجهنا أسئلة الموسيقى للرياضي وأسئلة الرياضة للموسيقي. في حلقة الليلة سنسأل الممثل المسرحي عن فن الغناء، وسنسأل المطرب عن فن المسرح والتمثيل. وجه هذه الحلقة محمد المنصور، الممثل الفنان المعروف وغريب الشاطئ، المطرب والفنان المعروف. نرحب بهما ونرجو لهما معا حظا سعيدا مع أسئلة المسابقة. نحب أن نذكر ضيفينا بأن البرنامج سيقدم هدية 10 درجات في البداية لكل منهما. الإجابة الصحيحة لها 10 درجات، الإجابة الخاطئة ستخسر صاحبها 10 درجات في المقابل. بعد نصف دقيقة من طرح السؤال وانتظار الإجابة، إذا لم تتم الإجابة بعد نصف دقيقة هناك خسارة أيضا 10 درجات. معنا في الاستوديو الأستاذ علي جمعة، سيقوم بالإجابة على الإجابات الصحيحة. نبتدي؟ ايه توكل على الله. صارت دقيقة ولا شو رأيك محمد تسأل غريد وغريد يسأل محمد وأنا اسمع لكم مع المشاهدين قبل ما أنا وجه الأسئلة؟ لا يعني دقيقة لنا الحين ولا دقيقتين ولا ايه أنا بس دقيقة لك ودقيقة لغريد وأنا بسمع. محمد آخر أعمالك الفنية؟ آخر أعمالي حاليا ما زلنا في عرض مسرحية عريس لبنت السلطان، الآن تعرض على مسرح عبد العزيز المسعود في كيفان، وإن شاء الله راح نعرضها في دولة الإمارات العربية. وبعدين سجلت آخر المسلسلات عندي هي حبابة وعرضوا أول حلقة منها شفناها. حلو أشكرك. وفي بعد عندي برنامج إذاعة بالألوان ما زال يذاع في إذاعة الكويت، تسمعين ها؟ هذا البرنامج برضو سامع. حلو حلو. طيب أنت آخر أتابع الإذاعة والتلفزيون. بارك الله فيك. عموما أنا كذلك طبعا أتابع أعمالك، لأني آخر الأغاني اللي أنا أسمعها لك كانت مسموح وعجيبة. عجيبة أغنية حلوة. عجيبة أي والله. طيب في أكو عندك أعمال جديدة؟ والله الحقيقة أنا قبل فترة سجلت مسلسل إذاعي، أنا قمت فيه دور الراوي طبعا اللي هو مظلوم وحبيبة. حسبها اللي قام ينافسنا مظلوم وحبيبة اللي مثلته أنا. أيه دور الراوي أنا صحيح. إيه؟ يا سلام. عم تنافسنا يعني طبعا. الكلمات عبد الأمير عيسى وألحان مرزوق المرزوق. وبعدين في عندنا عمل المفروض كان يتسجل للعيد الوطني بس في ظروف حصلت يعني، وإن شاء الله هذا العمل راح يتسجل قريبا. هو من ألحان عبد الرؤوف إسماعيل وكلمات أحمد عمر وغناء قريج الشاطئ اللي هو أنا ونعم الله ينعم بحالك وصالح الحربي زميلة وثلاثي النغم، وإن شاء الله هذا العمل راح يتنفذ القاهرة إن شاء الله قريبا. عملت الألحان ولا خير؟ عملت يعني الألحان جاهزة بس هو اسمه هي الكويت وموطني. حلو.
عمل حلو إن شاء الله. ممكن نسمع ولا أسئلة؟ لا لا هذا مخشوش. هي مخشوش. على فكرة محمد وغريد اللي حيفوز معنا في البرنامج بأكبر عدد من الدرجات حنقدم له شريط تسجيل، وله مطلق الحرية أن يملأ هذا الشريط بالمواد التي تعجبه، وبالتالي سيقدم هو بنفسه هذه المواد على الشريط للمشاهدين. الله خير. خير نبتدي. محمد، أغنية شهيرة جدا غناها المطرب الراحل عبد الله فضالة الله يرحمه في الإذاعة، فأحدثت ضجة كبيرة، تم على أثرها صدور قرار بوقف إذاعتها فورا. اسم الأغنية ولماذا أوقفتها الإذاعة ومتى حدث ذلك؟ أي أنا ما أعتقد، أنا أتذكر الأغنية هذه في أيام الستينيات، يعني بالستين 1960 تقريبا كذي، وكنت أنا أسمعها، سمعتها وتذكر يعني حتى عمتي تحبها وتقول ليش ما أنتوا طبعا تشتغلون بالإذاعة، لازم تعطونها كل يوم لأن حبتها. الأغنية هذه تتكلم عن العجائز، عن العجائز، وواحدة كذي شكلها كذي، واحدة كذا كذا كذا، وفعلا حدثت يعني ضجة كبيرة خاصة عندنا بالأوساط، وبعدين وقفوها لأن تبين طبعا مزايا العجائز وما يفعلونه. أستاذ علي، الإجابة صحيحة وعشر درجات للأخ محمد منصور. أشكرك. غريد، من هو أول ممثل كويتي أدى الأدوار النسائية على المسرح؟ هاي سهلة. هاي سهلة. أول ممثل أدى الأدوار النسائية على المسرح هو الأستاذ محمد النشم. أستاذ علي، الإجابة صحيحة، الأستاذ محمد النشمي، وهو في أداء هذه الأدوار كان يسبق الأستاذ عبد العزيز النمش طبعا. عشر درجات لغريد الشاطئ. شكرا. الموال الذي يستخدم عادة كاستهلال للألحان وتمهيدا للدخول فيها له عدة أنواع، من هذه الأنواع ما يطلق عليه الموال الأعرج، فما هو هذا الموال الأعرج ولماذا سمي بالأعرج؟ يعني معلومات الموسيقية الخفيفة، ولو أن احنا عرفناها شوية بس ما تخصصنا فيها أو تعمقنا. بيني وبينك أنا ما عندي فكرة عن موال الأعرج، فبدي اسمع الإجابة منك يلا. هو مثل المواويل اللي عندنا، بعض الأحيان تكون زهيرية أو موال يقول، هي عبارة عن خمس أشطر أو خمس أبيات، فثلاث الأبيات الأولية تكون على قافية واحدة، أما السطر الرابع أو الشطر الرابع يكون مختلف مو نفس القافية، أما الشطر الخامس هو اللي يتبع الثلاث الأشطر اللي قبلها، يعني واحد واثنين وثلاثة زي بعض، الرابع بيختلف الخامس بيتبع الثلاثة. أها هذا يصير عري. عشان شذي سموا عري هذا. أستاذ علي، الإجابة في الواقع صحيحة وعشر درجات أخرى للأخ محمد منصور. صح. المعروف أن الأراجوز هو شكل من أشكال العرض التمثيلي قديما، لكن ما معنى كلمة أراجوز؟ تورطنا ها؟ شو كذي لك؟ قراجوز. القراجوز أفتكر يا أخت هدى اللي هو هذا ال طبعا مو الشخص نفسه، ما يمثل، تعتمد على الحركة في حيث أن تكون صورة على شكل واحد لابس طربوش، أيوة ملبسينه يعني صورة صغيرة،
ويتكلم هذا الشخص بدون ما يبين الشخص يتكلم تحت يعني، وهو يحرك الصورة هذه بدينه في أثناء الحركات كدمية يعني. كدمية مثل ما تقول لعبة هذه عم تساعده محمد؟ لا لا هو ما بيساعدك لما بتجاوب أنت. لا انتبه. ما أدري هذا حسب ال. أستاذ علي. قرأ جوز كلمة تركية مكونة في الواقع من كلمتين، قرأ معناها أسود وجوز معناها عين، وهذا السؤال اللي كان مطلوب، وهي فعلا عروسة مثل ما تفضلت، لكن كان مطلوب معرفة معنى كلمة قرى جوز العين السوداء. يعني ماكو شيء للأسف. 10 درجات ناقص من الأخ غريد الشاطئ. للأسف. رحنا. أنا أو مثل ما أعرف بالنسبة للعين التركية جوزلار يسمونها ولا جوز؟ جوز 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 راحت 10 المهم راحت معلش ممكن تعمل لا بسيطة بس المهم هلا إيه؟ عايز انت محمد يخسر 10 كمان ولا ياخذ 10 عشان تعادل حتى نلعب على الفاينل نشوف يا محمد الانسان يغني وبعض الطيور ايضا تغني لكن الغناء عند هذه الطيور وقف على الذكور فقط حلو. اذكر نوعين من هذه الطيور التي يحتكر ذكورها فقط إيه؟ فن الغناء أيبا. صدوك من اللي راح بطلك في أنا يعني اللي أعرفهم البلابل أو البلبول وفي إذا كان بعد الكناري أو عندليب العندليب والبلابل وإذا كان بعد كناري ما أدري هم اللي خاصة الذكور هم اللي يغردون علشان عندهم يعني يستميلون الإناث أو عملية مغازلة يغازل الإناث بالنسبة للطيور ويشدو ويغني ويغرد مثل ما عندنا غريب الإجابة صحيحة 100% يش 10 درجات أيضا للأخ محمد منصور لا إن شاء الله حتعوض يا غريب ما الفرق بين التمثيل وفن التمثيل أي التمثيل ترى أنا ريال مغني ما أنا ممثل بس على حسب المعلومات اللي أنا يعرفها أقولها يعني هو طبعا التمثيل برضو فن يعني كله فن يعني كله جامع بعضه يعني بس على حسب ما اعرف ان ايش قلتي طال عمرك ما نسيت انا ما الفرق بين التمثيل وفن التمثيل التمثيل اللي هو ان اني اقلد اللي هو يقلد الشخص بحركاته التمثيل أيوة. بحركاته ايوه و ما ادري توهقت انا ما انت عم تمثل وعم تمثل والسؤال الثاني شنو فن التمثيل اني انا اقلد الشخص بصوره تكون على يعني احلى بطريقه احلى يعني تكون مو يعني تتفوق على الممثل نفسه إيه بطريقة الطريقه اللي عم تقلد إيه فيها إيه نعم استاذ علي والله الاجابه صح يعني عموما هي صح فن التمثيل هو اني اعبر بأداء تمثيلي من نص مكتوب ونستهدف طبعا من هذا النص ان احنا نعمق معنى من معاني الحياة او نجمله او يعني نفسر معناه وعلى العموم اجابة صحيحة وعشر درجات مرة اخرى لغريد الشاطئ ردت العشرة مبروك حلو محمد في دنيا الموسيقى والطرب شنهو اللي اذا طقيته طار وان خليته طار وإن ربطت طار وإن ذبحت طار هو الطار ترى علي اسمه طار الدف أو الطار زين الإجابة صحيح 10 درجات غريت خطأ أم صح المسرح هو دار التمثيل خطأ إيه خطأ يا علي نعم خطأ والتفسير المسرح تفضل المسرح يعتبر
المسرح اللي هي الخشبة مالت المسرح اللي مثلون عليه، إنما الدار اللي هو طبعا يكون المسرح الاستاف يعني الممثلين بالإضافة للجمهور الموجود في الصالة، يعتبر هذا الدار. هذه إجابة صحيحة تستاهل 10 درجات. أيضا تمام زين. يا محمد، ما هي أول أغنية غناها غريد الشاطئ في حياته الفنية؟ أوخ لا، شو أنا أتذكر ثنتين بس لازم أختار واحدة منهم، يلي نويت السفر أو يا مرحبا بهالعيد، فلازم أختار واحدة الحين. بس قبل النص دقيقة يا محمد بسرعة. لا يلي نويت السفر. ها علي اخترت ولا لسه؟ أي اخترت خلاص. يلي نويت السفر. يلي نويت السفر خطأ. راح 10 درجات. يا مرحبا بهالعيد من تأليف وتلحين ابن الصحراء. ابن الصحراء ونعم. شفت شلون قايل أنا يا هذه يا هذه. إيه بس شو قايل هذي كذا. أنا جاي بغيت شو اسمه غشك بس. لا يخالف. غريد فن المسرح في الأصل ليس عربيا، وهو فن دخيل علينا، وأول محاولات مسرحية في العالم العربي كانت في القرن 19. ففي أي البلدان العربية ظهرت هذه المحاولات وعلى يد من؟ والله هو أول المحاولات اللي بدأت في الدول العربية اللي هي مصر وسوريا ولبنان بس. الإجابة صحيحة لكن ترتيبهم لبنان ثم سوريا ثم مصر. زين. لبنان على يد مارون النقاش، سوريا أبو خليل القباني، مصر يعقوب بن صنون. والإجابة صحيحة وعشر درجات للأخ غريد الشاطئ. ونتغاضى عن الترتيب. نعم الترتيب لأن إجابة صحيحة. بتوافق يا محمد؟ خلاص الحكم أنتوا حاطين صحيح. يا ترتيب بس. احنا تعادل الحين. بس انا في الترتيب. الحين تعادل ها؟ تعادل. تعادل الحين. 40-40. ورطة. يعني شلون تعادل في حالة التعادل وقت إضافي؟ إيه. إضافي ولا احنا نقدم البرنامج؟ شوية شوية أنت شوية أنا. شو رأيكم بقى؟ إيه أحسن. ما أدري. لا أنا والله يعني ما في شو اسمه؟ شابل كتب؟ لا مو شابل كتب. غريد أخذ 40 درجة ومحمد أخذ 40 درجة، وزي ما ذكرت في بداية البرنامج الضيف الفائز حنقدم له بقية شريط البرنامج ليملي بالمادة اللي بيحبها واللي بيعتقد إنه المشاهد حيحبها معه كمان. والله لو تكون عملية مشتركة مو أحسن؟ يعني شوية هو شوية أنا. والله يا هلا بيكم. ايش رايك محمد؟ كيفك عشان نطلع حبايب يعني. والله حاضرين. هو فعلا عمليه مشتركه افضل. والاخ محمد منصور والاخ غريد الشاطئ يتفضلوا هما الاثنين مع بعض بالتتابع يعبوا لنا الشريط. خلاص يا هلا بمحمد ويا هلا بغريد ويا هلا بالمشاهدين معنا ومع بقيه وجهين وشريط وهذا البرنامج، والى اللقاء.
الله بالخير. يا هلا يا هلا، مرحبا. ياك اخوي، هذا الفندق ويهين وشريط. اي نعم اخوي، افتكر انا حاجز عندكم غرفه. والله اي نعم. تفضل سري، تفضل. شكرا. لنا انت باعث تليكس؟ اي نعم. اي خوش، اول امس. اول امس. اها، الاسم الريد الشاطر. الريد الشاطر، الريد موجود فعلا. الريد الشاطر. طيب فعلا. نسخة التليكس موجودة. اثبات شخصية. تعرف ترتيبات الفنادق. ايش فيها؟ شكلت؟ شكلت. دائما كذا عندنا زباين ساعات يشكلون هم وشناتهم. ما شنو قصتها؟ عاد مساعة تبطل هي. كفخها كذي، شيلها ووضخها. زين تبطلت. زين شوي. اخوي هذا ايه؟ فيه الجواز وفيه الهويه والاجازه مال السياره اي شيء تبي موجود. اوه كل شيء كامل كامل. تمام تمام تمام. غريد اي بس عفوا، هنا مكتوب غريد الشاطئ وهنا مكتوب عيسى خرشد. اي بس غريد الشاطئ طال عمرك الاسم الفني، وهذا الحقيقي. حلو ونعم. فاختار انت. أنا لا اختار انا غريد الشاطئ، نخلي اسمي الحقيقي. شكرا. خلي بقى هذولي عندك يبا الجوازات والهوية، وعلى راحتك. حياك الله. الله يحييك. بس المهنة هني مطرب. اي نعم. اي مطرب. ايه؟ مطرب. ريت انا كذي، ترى بيني وبينك انا احب الغناء والطرب. لا اي خوش. حياك الله. لا الصبح انا وياك. اي حاضر حاضرين. ايه؟ بس الله الله بس بال يعني تراعينا بالسعر. ان شاء الله ان شاء الله. ولا يهمك، اسكنك بلاش. خلاص بعد. لا لا بلاش. لا كل شيء بحسابه. حاضر حاضر حاضر. كل شيء بحسابه. اي نعم. سلام. تبي الغرفه زينه ومتشكله وما يتهيأ لي ابيها على ثلاث شوارع. على ثلاث شوارع، في عندنا على اربعه، او تدري على كل الشوارع جو جو فوق بس. خلاص معلق هذا هو. اي احسن شيء عشان جو شاكري. اي شاكري. انت ادري فيك مطرب. مطرب لازم. يا عيني. يا سلام يا سلام. شو نسوي؟ يا خلنا دي جورج. يا جورج جورج هذا وينه؟ عشان تعرف يا اخي. وينك يبا؟ وينك في يا اخوي؟ خلى قاعد. انا عم بجي. اي زين اشكر. خلي يوصلك وبعدين يشيل لك المفتاح، لأن دائما تعرف احنا مفاتيحنا ما شاء الله. بس عموما في عندنا احنا ضيوف عن اذنك، انا اسمح لي شويه اشوف الجماعه وارجع لك. تفضل. مسموح. اسمح لي بس. Oh.
شو مسوي انت؟ شو مسويت؟ سويت يبا اقول على فكرة مو انت محمد المنصور احنا؟ اي لا يا اخوي تعوني شايفك انا توني شايفك على الحين قبل شوية ما انت محمد المنصور انت انا هناك وهني كله توني شايفك انا اي والله صدق ما يقولون كذي لا اخاف اخوي لا لا انت يا اخوي غلطان نتشابه احنا شوف اني طالع اي بس احنا نتشابه عجيب اي ساعات يقولون انت محمد منصور ولا عبد العزيز منصور لا منصور منصور بس انا مصر انك انت محمد المنصور لا بس يلا نخليها حق المشاهدين بيطالعون لان تعرف ساعات نمثل وندير فندق احنا تعرف اي يصير عندنا وقت فراغ اي والناس اقول اخوي غريد هلا احنا سمعنا شغلات هذه مسموح وسامحنا فيها بس انا الحين ما راح اسامحك بعد ها خير ان شاء الله شوف انا سمعت الحين اغانيك اسمعوا بعد الناس اغانيك او اغنيتك عموما ابي تغني اغنيه مولك مولك اي اي اخوي بس شلون اغني ابي لي فرقه فرقه موجوده اسمع دندنتهم موجوده فرقه اي خلاص بس انت اغنيه شوف على مزاجك لا حاضر سمعنا اياها زين يبا طيب يبارك الله فيك احنا نروح على اي استعد موجودين عندك الجماعه كذي على هالكسره تروح سيده كذي بالممر هذا اي وبعدين تكسر على يدك خوش انا اروح امي وياهم رضات وهذا اي ودندن وانا ادندن في حالها ما اخلص خير ان شاء الله ان شاء الله حياك الله خير كريم اعزائي المشاهدين احنا نشكركم وايد على هذه الفرصة السعيدة اللي التقينا فيكم وأنا سعيد بلقائي مع الفنان غريد الشاطئ شكرا ولقائي مع زملاء الفنانين القائمين على هذا البرنامج زميلة هدى المهتدي والأخ فاروق عنبر والمخرج أحمد البقشي كذلك إن شاء الله راح ألتقي معاكم في برنامج منوع الشبه أو في لمسات من هذا البرنامج أو بعض اللقطات اللي شفتوها وإن شاء الله نلتقي معكم ومع الفن والكلام حقيقة أنا برضو أشكر القائمين على هذا البرنامج الأخت هدى المهتدي والأستاذ فاروق عنبر والمخرج أحمد البقشي و الفنانين أو الفنانين اللي شاركونا في تسجيل هذا البرنامج وعسى أن المشاهدين الفقرات اللي قدمناها حازت برضاهم والأغاني اللي قدمنا أو الأغنية بالذات أغنية عبد الوهاب اللي غنيناها لأول مرة عسى يازت لهم وإن شاء الله نلتقي في برامج أخرى وسهرات أخرى قريبا جدا إن شاء الله إن شاء الله شكرا.